حقق افهم حقق العب حقق اكبر حقق ارفض او اختار حقق اخذ القرار حقق اتعلم وعيش بكرامه وبامان بحريه ومساواه تتمتع بالحياه فريق واحد متلب متلي نكمل بعض مع بعض نبني منغني نلعب نربح ونتسلم نعبي ونفهم منقول when you're right فريق واحد متلب متلي نكمل بعض مع بعض من برنامج بازل رحبوا معنا أصدقائي بالمذيع بتحبوه كتير ميلاد حتشيتي بازل بحلقة جديدة مليانة تشويق وحماس تحية لكل يلي عم بتابعونا بكل الوطن العربي خليكن على تواصل معنا عبر الهاشتاغز وكل مواقع التواصل الاجتماعي اعطونا رأيكن بكل فقرات البرنامج عشر أطفال اليوم رح يشكلوا فريق الأقوياء والنجوم رح يتحدوا بعضهم رح يلعبوا رح يتسلوا رح يتواصلوا رح ينمو ونحن كمان رح ننمى معهم لأنه حتى من الأطفال فينا كتير نتعلم دروس بالحياة إذا منطبقها منعيش سعيدين ومبسوطين خلونا نرحب بالأعضاء اليوم من فريق الأقوياء منرحب بكاترين ياسر وفاء مصعب وريان أهلا وسهلا فيكم كيف الأعصاب؟ متحمسين كتير وفاء يعني إذا هيك حتضلك متحمسة أنا بتوقع أنكم تربحوا اليوم أكيد بدي أربح جريت طب ليكي وفاء تشاوري مع أصحابي واعطوني سر واحد ممكن يخليكم تربحوا الحلقة الليلة يلا هذا هو الفريق مش ضروري يتفقوا من أول كم ثانية يعني بعدين بيرجعوا بيتفقوا خلال الحلقة عم يتشاوروا ثقتنا ببعضنا ثقتكم ببعضكم حلو كتير برافو برافو طيب أنتوا فريق الأقوياء ورح نخلي المشاهدين يلي عم بيتابعونا يتعرفوا عليكم أكثر بهالطريقة اسمي كاترين عمري 11 من العراق بوقت فراغي بحب ارسم وردة بنت اسمي ياسر من العراق عمري 12 سنة بحب اصير مهندس حواسيب اسمي وفاء المحمد عمري 14 سنة ومن سوريا اكثر مادة بحبها بالمدرسة هي الانجليش اسمي مصعب حسن عواس وعمري 12 سنة ومن سوريا بقضي وقت فراغي بالفوتبول انا اسمي ريان ربيع عبد المعطي عمري 12 سنة انا فلسطينية لبنانية أطيب أكل عندي هي الششبرة من جديد بقلكم أهلا وسهلا فيكم رح نفرح اليوم كتير معكم وبالتحديات بس انتبهوا ما بيلكم فريق كمان قوي هن أعضاء فريق النجوم ديانا محمد فاطمة يزن وميرنا أهلا وسهلا شو هالضحكة الحلوة هاي يعني فريق مبتسم من البداية هيدا بيبشر بالخير مستعدين تتحدوا الأقوياء؟ yes. أكيد طيب طلبت منهم أنه يفكروا مع بعضهم كفريق ويعطوني سر واحد بيخليهم يربحوا أنتوا هيدا السر ما سمعتوا سو بدي إياكم كمان أنتوا تتشاوروا مع بعضكم وتعطوني سر واحد بيخليكم تفوزوا الليلة يلا تشاوروا شغلة واحدة رح تخليكم تربحوا اتفقتوا؟ مين حيقول لي اياها فاطمة؟ ديانا يلا ديانا المساعدة المساعدة إذا تساعدوا مع بعضهم كفريق رح يربحوا برافو أنا اللي شفته من لما فتوا إنه كلكم بتضحكوا وكلكم حلوين وهذا شيء كتير حلو أنا كتير بنبسط بالناس اللي بيضحكوا وبحس إنه لما منكون حد ناس بيضحكوا بتكون الحياة كتير حلوة بس رح خلي كمان يلي عم بيتابعونا يتعرفوا عليكم على هواياتكم وشو بتحبوا بالحياة بهالطريقة اسمي ديانا عمري 10 سنين جاي من مصر إلي سنتين ونص بلبنان هون بحب يكون عندي بسينة اسمي يزن عمري 12 سنة من سوريا بس صير كبير بحب أطلع دكتور اسمي ميرنا عمري 12 سنة وجاي من العراق بخاف من العتمة لأنه بحس حالي وحيدة بالعتمة اسمي محمد جمعة عمري 13 سنة ومن سوريا بمضي وقت فراغ بلعب الفوتبول أمراض اسمي فاطمة محمد من سوريا وعمري 12 سنة أنا بحب أبرم العالم وما
مثل العادة ما فينا نبدأ حلقتنا قبل ما نستقبل حكامنا، ولأول مرة معنا بالاستوديو سمر. أهلا وسهلا فيك وجودة، أنت خلص من أهل البيت يعني، أهلا وسهلا فيكم. اليوم سمر وجودة يا شباب وصبايا هن بيعطوكم التعليمات كيف لازم تلعبوا الألعاب، ولازم تنتبهوا لهم لسبب واحد، لأنه النقاط عم بكشف لكم سر. نقاطهم مش بس بيحطوها ليالي بيربح، بيحطوا كتير نقاط للفريق قد ايه بيتعاون مع بعضه، قد ايه بتتواصلوا وبتتساعدوا مع بعضكم، يعني حتى لو ما اخذتوا اعلى نقاط ممكن تاخذوا نقطه فقط لانكم لعبتوها صح للعبه وتعاونتوا مع بعضكم. اوكي يلا رح نبدا اللعبه الاولى. اللعبة الأولى رح تكشف لنا قديش الفريق رح يتعاون مع بعضه، وكمان قديش رح يكون اجتماعياً مسؤول عن عدم رمي النفايات. قبل ما أترك سمر تشرحي لنا اللعبة، بس عندي تذكير بسيط ما رح كتير ينبسط فيه جودة اليوم، هو أنه فريقك سمر عنده 27 نقطة تحصيل من خلال الحلقات السابقة، وفريق الأقوياء عنده 26 نقطة. بس بقول لكم للأقوياء إنه عندكم اليوم فرصة ترجعوا تعدوا النتيجة وترجعوا تربحوا. طبعاً أوكي؟ طبعاً، لأنه حلقة جديدة وربح جديد لألنا. حلو. لا لألنا. حلو. سمر شو مطلوب من الشبيبة؟ اللعبة اليوم كتير حلوة وكتير مهضومة وكتير هادفة، إلها هدف معين، إنه نحن بكل فريق عنا شخصين رح ينزلوا، شخص منهم حينط على إجر وحدة ليلم قطعة قطعة من النفايات ليزتها بدلو النفايات يلي بوجهه للفريق المقابل، تمام؟ وحيكون معه حده رفيقه سنده يلي هو بده يدل عم يلقى عليه. اوكي، يلي عم يعني عم بيعاونوا لحتى يلم النفايات. هدف التعاون والعمل الجماعي مع بعضهم. اوكي سمر، فاذا غرض واحد ينكب بالدلو، وقد ايه عندهم وقت؟ دقيقة ونص. بدقيقة ونص قديش فريق؟ رح نبدا مع فريق الأقوياء لأنه عندهم أقل، دايما يلي عنده أقل بنبدا معه. إن شاء الله تكون آخر مرة. آخر مرة. عندكم دقيقة ونص رح منشوف كم غرض رح بتحطوه بدلو النفايات، لأنكم أنتم من هالميل عندكم الدلو بالمقابل رح تكبوا فيه الزبالة. جاهزين؟ جاهزين. تفضل. مشكورين، قمتوا بمجهود كتير كبير. مصعب حاول شوي زعبر ياخد كم غرض، بس كنت انا بالمرصاد ما خليته ابدا الا غرض غرض، بس النتيجه منيحه 22 غرض بدقيقه ونص. هالمره رح نشوف اذا فريق النجوم بدقيقه ونص رح يقدر يعبي بالدلو اكثر من هالقد. تفضلوا. بازل تفضلوا. تايمينج جودة. واحد، برافو، جانا، 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 جانا،
10 جاوبت قد ايه بعد في وقت؟ بعد ما قلت 11 45 ثانيه 11 13 بعد ما 30 ثانيه 14 يلا ديانا 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 15 ديانا يلا هونيك هونيك في قريب 20 ثانيه معلش مشكورين محمد وديانا عملتوا مجهود كتير كبير تفضلوا لمحلاتكم. ديانا ما حاولت تزعبر ولا مرة أخذت بإيدها غرضين بس حاولت بإجرة تغير الإجرة اللي عم تعرش فيها وهيدي تقنية يعني هيك تكتيك يعني مش كتير بينتبهوا لها مرة على إجر الشمال ومرة على إجر اليمين. ديانا ومحمد عملتوا شغل كتير حلو برافو عليكم. قديش نقاط رح ياخذوها فريق النجوم وكم نقطة رح ياخذوها فريق الأقوياء رح نعرف أكيد بس بعد البريك. دي قامت كتير صعب عن جد بس يعني منيحة اللعبة. حبيت أكتر شيء إنه أنا تعلمت الدرس. كنت مبسوط باللعبة لأني كانوا عم يشجعوني رفقاتي بالفريق واللعبة كانت حماس. بشجع فريقي لأنه هو كتير ربح. التعاون لأن كتير بيفيد وبيسهل المهمة كتير. محمد كان عم يساعدني كتير لأنه كانت اللعبة عبارة عن التعاون. أنا كتير مبسوط لأني قدرت ربح فريقي. انبسطت إنه كتير يعني كان في حماس. ريان كانت كل ما بدي أوقع كانت تسندني من إيدي مشان ما أوقع. تعلمت التعاون وإنه النفايات ما نكب على الأرض. التعاون بيسهل المهمة. تعلمت إنه ما كب النفايات بالأرض كب مسلة المهملات. مفروض كل واحد له دور إنه ينظف بيته وما يكب الزبالة بالشارع كبه بس بالزبالة. تعلمت ما أكب النفايات بالأرض. تعلمت إنه ما أكب الزبالة على الأرض لأنه حسيت بشعور عاملين النظافة كيف بتعبوا وهن عم بلموا الزبالة وأنا بصراحة كتير تعبت بس كنت كتير متحمسة وانبسطت. منتابع حلقة اليوم من فازل. يلي عم بيتابعونا ببيوتهم ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي عبر كل الهاشتاجز والأكاونتز والحسابات يلي عم بتشوفوها. اعطونا رأيكم بكل شيء منفرح كتير بتعليقاتكم منفرح كتير كمان بالأراء يلي بتقدموا لنا إياها. قبل ما نبتدي اللعبة الثانية لازم نعرف نتيجة اللعبة الأولى وكيف تغير السكور. مين رح يعطينا إياها؟ أنا رح أعطيك السكور ميلاد. مثل ما شفنا فريق النجوم جابوا 17 غرض بقلب الدلو نعم. بينما فريق الأقوياء جابوا 22 غرض نعم. من حيث الأداء نعم. شفت الحماس بين المشتركين. من حيث الأداء كان فريق الأقوياء عم يتعاون بشكل حلو مع بعض. مصعب وريان كانوا كتير عم يشتغلوا كفريق واحد وكذلك الأمر بالفريق النجوم نعم. لذلك الأمر اللي حنكون عم نعطي مستعدين تعرفوا 3 نقط لفريق الأقوياء ونقطتين لفريق النجوم. صارت النتيجة 29 ب29 نقطة. رجعنا مرة تانية للتعادل وهيدا الشيء بيدل إنه الفريقين عم يشتغلوا الفريقين عم بيعلوا رصيدهم وهيدا الشيء كتير حلو. بكل حلقة من حلقات برنامجنا بنسأل الأطفال عن موضوع بهمهم عن حقوقهم عن حرية الفكر والمعتقد وكل حقوق الأطفال بس كمان بنسألهم عن مواضيع بتخص صحتهم. اليوم سألناهم عن الصحة النفسية فشوفوا شو جاوبونا.
النفسية يعني إذا بكون زعلانة أو متضايقة أو بكون عم فكر بشي بشع أو حزين هيك شي. الصحة النفسية وقت يكون حدا مريض نفسياً أو عنده خلل نفسي. الصحة النفسية هي وقتها حدا يكون متضايق أو زعلان ومتضايق من شي حدا، هي هي الصحة النفسية. الاثنين نفس الشيء، لأن إذا داويتي الصحة النفسية الجسدية ما حتقدري تداوي الصحة النفسية لأنه حتضلي تعبانة، وكمان الصحة النفسية بتأثر على الصحة الجسدية. الصحة النفسية والصحة الجسدية اثنيناتهم مهمين، لأنه إذا كان صحتي النفسية مش منيحة فصحتي الجسدية كمان بتصير مش منيحة، إذا صحتي الجسدية منيحة صحتي النفسية كمان بتضل منيحة. اثنيناتهم مثل بعض، يعني اثنيناتهم بكملوا بعض، الصحة النفسية إذا في صحة نفسية في صحة جسدية. بهتم فيهم هن الاثنين، الواحد انه بيهتم بصحته النفسيه انه ما يميل ما ينجرح بعض الناس، يعني مثلا نهتم بالصحه النفسيه وقت حدا بيكون زعلان بنروح نحكي معه، او وقت حدا بيكون متضايق من حدا بنقول له خلص انه صالحه وهيك. فينا لما نكون متضايقين شارك حدا بعرفه أو حدا بوثق فيه، بقول له الأشياء اللي مارق فيها الأشياء اللي بحسها. نهتم بصحتنا النفسية لما إذا في شيء زعجنا أو شيء نحكي لحدا بنوثق فيه، أو فينا نقعد لوحدنا يمكن في أشخاص بيرتاحوا لما بيبكوا، فهيدا الشيء بخلينا نكون عم نهتم بنفسيته. وبعدين برجع أعرف كيف حله. أنا لما أكون بتضايقة بالمشاكل اللي بتصير معي بروح لعند شخص بوثق فيه وبحكي له فبرتاح. أنا بهتم بصحتي النفسية من خلال إنه بحكي مع الشخص اللي بوثق فيه وبحكي له أشياء. بيقعد بمحل لحاله هدوء، ممكن فيه يسمع نغمة هادية بتهدي له أعصابه، وبيكون قاعد بإطلالة حلوة كان هاد شيء بيروقه. بحس إذا حدا بده يهتم بصحته النفسية بده يبعد عن كل شيء، يقعد بعرف بمحل رايق يقرا كتاب، يخلي عنده أمل بالحياة وفيه يطلع مع أصحابه مشان يروقوه ويمزح شوي ويضحك، هذا بخفف على نفسيته. وفيه يمشي بطبيعة حلوة، فيه يروح على آثار بيكتشف شغلات، هذا الشيء بخفف عنه. برأيي إنه الواحد وقت يكون زعلان أو متضايق من شيء حدا يروح يمشي بالطبيعة أو يقعد مع حاله يفكر بالموضوع ويطلع مع أصحابه. الصحة النفسية الصحة الجسدية هي حق من حقوقكم، أنتوا من حقكم أنه تحصلوا على صحة جسدية وعلى صحة تكون كتير منيحة لتساعدكم تنمو وتكبروا، وكمان على صحة نفسية، صحة الأفكار وصحة الأشياء اللي بتدور براسكم تكون كمان حلوة وإيجابية وفيها كلها تفاؤل. مشان هيك منعلي الصرخة معكم اليوم لكل يلي عم بيتابعونا للحماية على الصحة الجسدية والنفسية لكل الأطفال، مش بس بالعالم العربي، بكل العالم. صحيح؟ لعبتنا الثانية كمان متصلة بالحقوق، أنا رح بشرحها. في لوح وحقين معي لكل فريق، شخص من الفريق رح يرسم كلمتين، الجملة بتبلش لي الحق بالحصول على، في كلمتين لازم ترسموهم والفريق يحذرون شو هن هالكلمتين. معكم دقيقة ونص لتخلصوا الرسمتين. واضحة؟ واضحة. ويلي رح يرسم أحسن ويعرف فريقه هو رح يطلع له علامات تانية. أوكي؟ خلونا نبلش مع فريق الأقوياء. يلا ريان، لي الحق بالحصول على ممثل؟ لا، بدك ترسمي. يلا ريان، يلا ريان، بس رسم سرعة. ريان ريان ريان، يلا شو عم ترسم ريان؟ لي الحق بالحصول على ماي أكل، أكل طعام. شو طعام؟ صحي، طعام صحي. برافو، هيدي أول أهلة. أوكي، لي الحق بالحصول على جسم اللعبة. كم ده بعد في وقت؟ بعد ما هون 35 ثانية. يلا يلا ارتمي. اوكي، هي شوي صعبة. صعبة كتير. بس ايدك جسم سليم. جسم سليم.
بس ايدك شوي ميلاد لو سمحت. لازم اكون لابسه ثياب حلوه. اني العب عائلة. صعب كثير. كثير صعب. يلا خلينا نكمل. كملي رسم. بعدي 10 ثواني. العب ببي انا ضيفة. 9 7 6 5 4 تعاون. الحماية النفسية. لأنه كنا عم نحكي عن الصحة النفسية، بعد صعبة. ما هذا هو التحدي. ثلاثة اثنين واحد. شو عم ترسمي؟ ما أنا بعد ما أعطيتك. يلا. لي الحق بالحصول على يلا فاطمة. لازم تفكروا شو عم ترسم. ماي ماي. شو تاني كلمة؟ لي الحق بالحصول على مياه نظيفة. برافو. تاني واحد يلا. كمان صعبة. يلا. بسرعة يلا. قد ايه بعد عندهم وقت؟ بعد معهم 45 ثانية. يلا يلا يلا. يلا عم بتشكلي فاطمة. يلا يلا يلا. صعبة كمان. صعبة رح تكون. ميلاد بعد معهم قد ايه؟ بعد معهم 20 ثانية. 20 ثانية. يلا فاطمة. يلا فاطمة. فاطمة فاطمة. واحد يعني عم يتوقف حزين. واحد سعيد. 10 ثواني. المساعدة. 9 8. قبل شوي كنا عم نحكي عن الحماية النفسية، كمان لهم الأطفال الحق ب الحماية الجسدية كمان. معلش كانت صعبة بس معلش فاطمة، شكرا لإلك. فإذا الفريقين قدروا يحضروا حق من الحقين، وهيدي شغلة حلوة. اللي بتسألوني ليش بنحط مرات حقوق صعبة ولو ما عرفنا رسمناها، بس هلا ما بقى ننسى ابدا انه قلنا الحق بالحماية الجسدية. صحيح. قد ايه مهم ميرنا انه الاطفال عن جد يكونوا عندهم حماية جسدية، يعني ما يتعرضوا لاي اذى، لاي عنف، لاي ضرب. شو رايك بهالموضوع؟ كثير مهم انه الاطفال يحصلوا على حماية جسدية. كثير مهم. قد ايه العنف ممكن ياثر على الاطفال فاطمة؟ بنفسهم من جوا، يعني بتصير ما عندها قناعة، انه بتصير تخاف من العالم. كل ما تشوف حدا مثلا حدا عم بعيط عليها بتصير تخاف منه. سو العنف يعني بتصير عندها من جوا اكتئاب وخوف. وخوف من كل الاشخاص اللي حواليها، فما لازم يصير هذا الشيء. يزن للاسف بمجتمعاتنا في بعض الاهل بعضهم بيضربوا اولادهم وبيعرضوهم ل شو بتقلهم للاهل يلي بعضهم بيضربوا اولادهم؟ ما بيعاملوهم ب بي 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 يعني بشكل جيد. لازم الاهالي لازم ما تضرب الاولاد وتعاملهم بشكل لطيف. كل ما ضربهم بيزيد العنف عندهم. صحيح. ياسر، كمان الحمايه النفسيه مهمة، إنه الأطفال يتوفر لهم حماية نفسية، يكونوا عايشين بهدوء، يكونوا عايشين بسلام. شو رأيك بهيدا الموضوع؟ أكيد، لأن كل ولد من حقه إنه بيعيش مثل ما هو بده. مثل ما هو بده، يعني ب ب بعيلة بحماية بحماية نفسية. كاترين، قد ايه مهم العيلة للأولاد؟ كثير مهم. وليش؟ إنه حلو إنه العيلة بيقعدوا مع الأولاد بيحكون كل الأشياء. ليش برأيك؟ عبالي اعرف ليش منك، ليش هالقد العيله مهمه لإلكم؟ انا كثير مهم. وفاء، وين اهميه العيله للولد؟ يكون والحمايه النفسيه اللي بتامنها العيله للولد. انا بقول انه لازم كل طفل يكون عنده اهل يحموه، لانه انت يعني اذا ما بيكون عندك اهل انت ما حتشعر بالامان ابدا. كمان الامان هو حق من حقوق الطفل، يعني فانت اذا ما توفر لك عائله كمان حتخسر حق ثاني من حقوقك. يعني انت حق الاهل، حق انه يكون عندك اهل، وحق كمان الامان، فهدول اثنين حقين. اذا ما توفر واحد حتخسر انت الثاني، فاكيد لازم انت تكون تعيش بامان مع اهل.
وفاء، انت تعرضتي لقلة امان مثلك مثل كثير من الاطفال بسوريا، صحيح؟ مزبوط. قديش هيدا الشيء انت كطفله اثر فيك برايك؟ انا اثر فيني كثير لدرجه انه عجد يعني الواحد بحس اوقات بالخوف، بحس انه ما في امان، ما في سلام. انا بقول انه السلام حق من كل لكل الاطفال اللي بالعالم، لانه انت ما في امان، ما في سلام، الطفل ما بيعيش براحه نفسيه، حتى الراحه النفسيه يعني. فاي طفل لازم يكون عنده امان وسلام، والعائله كمان طبعا مهمه انه يكون عنده حدا يحكي يفهم عليه. ممنون كثير، شكرا لك، شكرا على لانه صوتك هيدا كمان صرخه لكل اللي عم يسمعونا، للكبار وللصغار، لحتى مثل ما قلت نأمن هالحمايه الجسديه والنفسيه والعائله للاطفال. نسيتوا اللعبة؟ نسيتوا مين ربح؟ مين ربح حولكم؟ نحن تعادلتوا. بس انتبهوا، الحكام عندهم طريقة بوضع النقاط، ما بعرف مين رح يعطوا نقاط أكثر، رح نكتشف هيدا الشيء بعد الفاصل. الكل بانتظار النتيجة. سمر، لأنه كان في تعاون وتشارك آراء بين الفريقين، فرح أعطي نقطة بنقطة لكل فريق. والنتيجة لهلأ 30-30 للأقوياء والنجوم. بكل حلقة منطلع برات الاستوديو منرافق الشباب والصبايا بمهمة إنسانية فيها لطف وفيها خير. مشوا معنا. هول ورود هلا معنا ورح نروح نوزعهم على العالم. يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا شكرا مميز، وأنت كمان حبيب قلبي. خلي إياك، بعد ما حدا عمل لي هالشغلة، هالشغلة أول مرة بتصير بجوني، بيجي شخص بريء مثله بيفهم. بيعطيني ورده بيقول لي انت شخص مميز، مع انه انا شخص كثير متواضع. بتزعل انه نهارك رح يكون كثير حلو. ميرسي كثير يا حلوين، في احلى منكم انتم حلوين؟ الله يخليكم لاهلكم. بتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. ميرسي. والمستقبل. ما تخلي الحزن يتغلب على ضحكتك. ابدا ابدا، ولا نتفي. ما تزعل لانه نهارك حلو. ميرسي كلك ذوق. كان كثير حلو هيدا الشعور لما انا فرح شخص ثاني. شي فرحة يعني، شي حلو مهضوم، وبنوت صغيرة حلوة كمان. نهاركم سعيد. نهارك أسعد. بتلاقي في ناس إنه بتشتغل بتفكر فيك وبتقدر تعبك. حسيت إنه ابني عم يعطيني وردة، وأنا مش لقيت له كتير لأنه هو مسافر. هلا بصراحة إنه انبسطت، يعني عرفتي كيف؟ شعور حلو. أكتر شخص انبسط بس عطيت له الوردة هو عامل النظافة. ميرسي. صحيح انه نحن ما قدمنا لهم شيء، قدمنا لهم ورده، بس هيدي الورده بتفرق معهم. شغله حلوه، ايه مش متوقعه، وبعدين شغله حلوه. بتصل معي الحياه كثير حلوه. ميرسي. هلا ابتسمت شفت وجهك يا حبيبي. ميرسي. حسيت انه انبسطت اكثر من العالم اللي اخذوا ورود، لان انه هيدا فعل عطاء، لما بتعمله بتحس بفرحه كثير حلوه وعظيمه كثير. وجه مثل القمر. شو بده يكون احلى لك؟ في احلى من هيك؟ شو بده يكون؟ يا ريت دائما بصير. طبعا شغله مفاجئه انه حدا يبرم يوزع بدون اي مناسبه، شغله كثير حلوه بالاخص معكم. يعني بنقول شباب وصبايا باعمار صغار يعني، فموفقين بهالخطوه ممتازه كثير. انا هذا هاك، ثانك يو سو ماتش.
أكثر شيء حبيته لما نوقف الوادي الرجال الكبير اللي كان عم بيغرق. هاي أنت شخص مميز. مرسي وأنت مميز أكثر. لأنك لأنه عم تعملوا جست مع العالم، أنتم مميزين كثير. هاي فايف. سي يو. ثانك يو. كثير تعبت بس فرحت لما عرفت إنه كثير من الناس انبسطوا لما كنا بنعطيهم الورد. تعبان وعرقان وعطشان كثير بس استمتعنا. أطفال هن عم يوزعوا رائعة. يعطيكم العافية. أول شيء كنت مستحية، بعدين إنه عادل. بعز الشوب إنه الواحد عم يشتغل بهالشوبات وإجا حدا إنه شافك عم تتعب وعطاك هالوردة، تحس بالحياة إلى قيمة. أنا أول ما وصلت يعني كنت كتير مستحية إنه بروح ذات مورد، وهي حسبت إنه ما راح يهتموا، هاي بس اهتموا وتفاجأت إنه قد العالم حبت هيدا الشيء. انبسطت أكثر لما كان العالم بنص الشغل، وهي جيتهم مفاجأة أو هدية بسطتهم. بكل حلقة صبايا الشباب والصبايا عم يعملوا فعل في لطف وفي خير وعم يخليهم يكونوا كتير مبسوطين. فاطمة، ليش المهم الإنسان يعمل فعل في محبة أو خير؟ بيصير بداخله حب وحنان وكل شيء، يعني بيصير عنده ثقة بنفسه إنه هو عم يعمل خير ليحب العالم، للعالم يحبوه. بدك تأخذ احترام. واو. كل شيء منه. بس مثلا انت بدك تعطيه حب، هو كمان بده يعطيك حب. انت لازم تكون انسان لطيف جدا بالحياه. احلى شيء سمعته اليوم يا فاطمه اخذته منك. بدك احترام. شو اعطيه احترام. شو حلوه هيدا سلوغن، ايه شعار. بدك احترام اعطيه احترام. كمان شو رايك ريان؟ يعني شفنا عم نشوف بكل حلقه الاطفال عم بيروحوا عم يقدموا يعني فعل خير للمجتمع، فعل محبه، عم ينبسطوا مع الناس اللي عم يتعاونوا معهم. قد ايه هيدا الشيء مهم لك شخصيا ووين فايدته؟ هذا الشيء كثير مهم لانه انت بالنتيجه عم تساعد حدا ما عنده سعاده، بس انت عم تحاولي تعطيه اكثر ما يمكن من السعاده. وبالنهاية هذا انت عم تعملي لإلك لحتى تلاقي باخرتك ناس يحبوك، واذا احتجتي حدا تلاقي ناس واقفه حدك. حلو كثير. نحن فرد من هالمجتمع، عم نعطي هالمجتمع ونرجع بناخذ منه، صحيح؟ يلا تعالوا نطلع انا وياكم فاصل. نحن رح نتابع حلقه اليوم من فازل، وبعد ما طرتنا فقره خاصه بالموسيقى بس بعد البريك. فصل النتيجة لهلأ 30 لفريق الأقوياء و30 لفريق النجوم، يعني عم تنتهي كمان هيدي الحلقة بتعادل، لأنه بهالفقرة ما في تحدي بين الفريقين، إنما مع بعضكم رح تتعاونوا، رح تشكلوا فريق واحد وتقدموا لنا عمل موسيقي حلو على طريقتكم مثل ما أنتوا بدكم. ونحن دايما بكل حلقة ننطر هالنتيجة لنشوف شو طلع من عندكم إبداع، شو بتحبوا تقولوا، كيف بتحبوا تعبروا بالموسيقى. رح بترككم تتمرنوا هلأ شوي وبنشوف النتيجة نحن بعد شوي. عمل موسيقي من توقيع الشباب والصبايا بحلقة اليوم.
برر برر. ما تخليني غني سولو، يلا غنى نغني سوا. دوم تارا لا 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 نصيني ما تكون ضد. برافو شباب، هيدي هي حلقة اليوم من بازل. نحنا منلاقيكم بحلقة جديدة، وخليكم دايما على تواصل معنا. أنا مثل البراشة برر برر.